مرحبا مرحبا ويصاجي السلام عليكم مرحبا بكم ما كنرويها ما والو بسم الله على بركه الله في الصنطه في الصنطه ما خلاش البروس باقي في الميزان ديالنا زدينا عشي براكي مرحبا بنا عندكم المشاهدين مرحبا بكم معنا ومرحبا بنا عند العائله ومرحبا بكم معنا عند العائله عود النهار واحد الفطور واعر مرحبا 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 بكم مرحبا مرحبا الجنيوي اهلا مرحبا مرحبا ويصاجي السلام عليكم مرحبا بكم مرحبا بنا عند فردوس قول له مرحبا بكم مرحبا بك سلم الله الله على الجمال هذا صافي هذا عاد شفناه هو يهرب مرحبا محمد ياسين بسم الله مرحبا بك مرحبا بنا عندك مرحبا خويا قول مرحبا بكم مرحبا بك واش وحدتي لا قول هذا يلاه يا سيدي قول هذا مامتي قول لي مرحبا ايمن قول لي مرحبا بكم مرحبا السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وتحيه الجاليه داخل الوطن وخارج الوطن مرحبا بكم معنا في هذا النهار المبارك في قيل النهار ديالكم بعدا مزيان ناشطين فرحانين ايوا الحمد لله داكشي اللي بغينا كما كتشوف واحد الاجواء اللي مختلفه هنايا والدنيا عاوتاني في شكل جينا نفطروا مع الحسن ولد الاخ ديالي الاخ رضوان افطرنا معاه والبارح جينا باش نفطروا معاه هو والوحيده عاوتاني الله يكبر بهم والله يقوي الخير وخليكم مع وصال السلام عليكم الحبايب ديالنا كيف انتم لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير على خير ومرحبا بكم معنا في السلسله ديال رمضان مع العائله اليوم جينا عند الحسن وعند الوحيده الله يكبر بكم وان شاء الله يا ربي تنصحح لنا ونعاود لكم السلام عليكم اخوتنا المشاهدين كيف انتم بخير مزيانين صحه لاباس نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعشركم مبروكه كما كتشوفوا دابا عمي علي جاو لعنا عرضنا عليهم مرحبا بهم لعنا وتنتم مرحبا بكم وقبلوا علينا مرحبا بالجمهور في كل شيء قبلوا علينا الحسن وقيلا صورنا في الدار ديالو وقيلا من ديال القناه مره واحده كنا صورنا شي مره هنا مرة واحدة كنا صورنا هنا ولكن دابا يعني شحال دابا اكثر من عامين دابا خليكم معنا عاد اكتشفوا معنا في ساكن الحسن الوحيدة واحد الجولة اللي واعرة غتشوفوا معنا هنايا الاجواء وقبل ما تشوفوا معنا الاجواء هنايا نعرفكم على الاسرة الصغيرة الحسن الوحيدة اللي هو محمد ياسين تبارك الله شحال في عمره؟ 9 سنين معنا فردوس ملكة الجمال دغارة هما تقريبا قد ومعنا ايمن شحال في عمرك؟ 12 ما شاء الله تبارك الله الوليدات ديالو كاملين كيقراو الله يعطيهم النجاح يوم عام النجاح الله يعطي النجاح لوليداتنا كاملين سبحان الله شوف واحد الحاجه النهار السابع ديال ايمن كتشوف انني حامله بمروه كنت هنايا وسخفت لهم وطلعت للسبيطار راسي حامله النهار اللي خلقها سخفت انت يلا قبل ندخلوا معكم لداخل نعملوا معكم هنا واحد الجوله قصيره على برا ان شاء الله ونبداو معكم الفيديو واعر على الدار ديالنا يلا بسم الله على بركه الله بسم الله على بركه الله كما كتشوفوا معنا دابا هذه هي الدار ديال الحسن ما عندوش عنده على الدار هذه السمار باش تكونوا عارفين وعنده هاد الدار هذه ديال القصدير ديال الطوب حتى حتى هو عزيز عليه الدار ديال الطوب شي حاجه قديمه بحال هيتايا شوفوا تبارك الله عنده واحد الجاردة هنا فيها الفواكه عنده اتساع تبارك الله موجود هنا شوفوا هنا واحد الزاويه اللي كبيره عنده الفرن ديالو هنايا عاوتاني الخبز وما يمكنش شي دار عندنا هنا في الجبل بلا فرن قليل 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 اللي تجبره بلا فرن شوفوا هنا اتساع عنده موجود تبارك الله عود الارض موجود عنده هنايا عاوتاني كيف اللح فيها الفلاحه ديالو هذه واحد الباب هنايا الدخله هنا كي دخل الطوموبيل ديالو من هنايا اللي كنجيو ليه هنايا عاوتاني كنجبرو عنده هاد الدروج هذا ملي شفتونا طلعنا معاهم هاد الدروج هذا ما عاوتاني واحد الحله واعره كما كتشوفوا هاد شغل تشاوي كيهبطوا لهاد الدار هادية اللي بالتراب شوف ما شاء الله على المناظر شوفوا الطبيعه ما شاء الله شوفوا تبارك الله على اجواء على هاد الجبال عاوتاني اللي كتشوفوا هنايا يعني واحد الجو واعر واعر عاوتاني عاود عنده الخوخ الورد اللي كنهبطوا معكم لهنا نعم سيدي نعم لالا كنجبروا على الدار هذه عندهم فيها هنايا محل ياك الحسن بيت هذاك تما هذا محل هنا تما بيت كبير هذا وهذا محل اخر عاوتاني ياك بيت هذا اخر سير ندخلوا بسم الله كري لي الحسن شي مرحبا خويا زيد شحال عطيني بحال ما نقول شي 10000 درهم بسم الله عندهم فرش يا اخي والله الا فرش شوف تبارك الله تول والله الى التاويل كاين شي واحد ثاني هنايا زياد عنده هنايا هذا معدل بالله الله يلا بيه
فكره واعره هذه قاعده نديتهم واحد الساعه عند تبارك الله الكوزينه عاود درت انا الكوزينه الحق ما مصلحه هذه لا صح نشوف بقى يتسمى بلا اصلاح مزيان لكن انت الساعه خيرا كوزينه هنايا كما كتشوفوا هذه عنده كوزينه هنايا هنا في لافابو اللي كتشوفوا هنا باقي عنده بلا اصلاح هنا هنا زيت ماشي بحال هنا سكنه هنا يا صاحبي هنا دوش مزيان ما كتشوفوا هنا عنده جوج محل كبارين هذا محل كبار هذا كبير عليه هذا كبير كما كتشوفوا معنا هنا كوزينه وهنا دوش انا انت نازل ديال السكنه صاحبي هنا دابا ما خاينا بالجوع دابا اجي عندك الضيف اجي عندك الضيف يجلس هنايا في هذه واعره وما يجلسش الفوق في الدار سي مارمي هذه بلا ما ياخذ راحته كتشوفوا هنايا عاوتاني البلاصه ديالك هذه هنا كدار الوالد دار الوالد هنايا هنا خلقنا وتربينا هنايا من بعد سكننا الفوق وسمحنا فيها هنايا رابس هنايا الوالد مشى للمدينه عوال الوالد كان مشى للمدينه هما تجوجوا بقاو ساكنين هنايا هو وخوتو هذه يا ريبنا انا حيدناها واي شحال انا عاقل عليها البير هذا كان كاف الحجر شحال عنده من عام هذا قبل ما قبل وقيله قبل ما نخلقوا حنايا هذا قديم برد الملح سبحان الله وسميناه البرد الملح هذا البير هذا الصوره المشاهدين ملح يوصل يوصل واحد واحد شويه يوصل شي دابا مالح دابا دابا كنت اخويته وقع مالح بالحق الى عمر باش حتى كيحلى كنت اخويته كنت اخويته من الماء هذه البلاصه هذه اللي كتشوفوا هنا كامله تدوش باقي ديال الدار القديمه اييه والله الا باقي انا كندوش والله الا باقي شوف هنايا عند التومه شوفوا هذه المساحه اللي كتشوفوا كامله هنا لوطه خاويه هنايا كان في الدار القديمه راجل بنات شوف الاثارات الدار باقين هنايا هنا الجلبان كان الربيع اي 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 ترضى تاخي اي هنايا قبسيت الحق كليت من كان جاب لنا واحد الصاك هو من عاوتاني كلا من هنايا هنا هذه كامله من هنا كانت البدايه الدار مشى حتى لهنا ودار الدار كان كبير هنايا هذا ما موضوع كدوش وهذه درنا الجاج الحمام بلدي دابا رجع حمام الجاج ولا الجاج انا كنحمام بلدي دابا رجع حمام الجاج الحمام بلدي نزيد مع الحامل هنايا واحد شويه شوف معنا واحد الديكور هنايا عاود لتحت هذه الجلبان كما كتشوفوا وباقي فيها الخير باقي 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 الخير موجود باقي شوف 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 ها هي ها باقي فيها باقي فيها الحسن عجنيوها باش ما تضيعش شوف الدجاج عاود هنايا عندهم الدجاج هنايا دابا هنايا الولد الدجاج مغلوقه من هنا من فوق مغلوقه من هنا من فوق بالسيل كما كتشوفوا شوفوا هنايا هاد الدار هنا كما كتشوفوا هو عنده دار بحال تقريبا جات بحال الصاله الدار ديالي عنده جوج مواحل عاود الفوق السطاح وتحت السكنه بحال بحال اللي عاملين حنايا تقريبا بالنسبه لهاد الديار هادو اللي كتشوفوا هنا عليهم هذوك الديار دول العمي بالنسبه للدار ديالنا القديمه الوالدين ديالي انا فاش خلقت ربي كانت هنا في البلاصه هي اللي خاويه دابا هذا الزيتون ديالنا كامل حنايا باش تكونوا عارفين الارض موجوده تبارك الله عندنا هنا قابور هذيك بوحرشه هذيك بوحر بوحرشه نقولوا له هذيك نقولوا لها قابور نعم سيدي تقرا فينا قابور بوحرشه هذيك بحل ولا اسم واحد اسميه ذا خايف اسمي بحلو انا حرشه قابو كرعد المدان كرعد المدان والله علينا كانوا حقيان كانوا حاطين اسمه تما كرعد المدان عارف البلاصه ما عارفش كرعد المدان زعما تما كان يدن واحد الراجل وقلع له الكرعب قال كرعد المدان شحال صمت في رمضان قول لي شحال صمت في رمضان عمو صم قول له شحال صمت ست لنصاص هي هي ثلاث ايام ثلاث ايام ثلاث ايام صمتي ثلاث ايام تبارك الله يا هاي 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 يلا ضار مع حبيباتك يلا السلام عليكم حبيباتك نتوما لاباس عليكم بخير مزيانين رجع لكم فيديو جديد اليوم عن فطره مع عمي الحسن وعم تون وحيده وحنا بغينا غير داكشي بسيط غير الفطور الاعتيادي وصافي ونبدلوا الاجواء يعني عندكم طبيعه غزاله تحيه كبيره لكم الحسن الضار
الدار الكبيره قبل ما ندخلوا للدار قبل ما نشوفوا الفطور ان شاء الله يا ربي باقي ما عارفين والو غادي تفاجئوا لي انا معروفين الدار الكبيره غادي نتفاجئوا ويقضوا على الدار اللي غنقول لك واحد المائده اللي واعره بزاف لان الوحيده مقيم دعوه ثاني علاش انا لان انا عارف شنو كاين كنقبلوا على بعضنا باي حاجه هادشي اللي كاين هالرمانه سبحان الله العظيم ما تجيبش لي الخير اللهم بارك شوف تنهود عنده لهنا تبارك الله عندك انا شي نبدا نشبعنا عنده الرمان والخو وهذه خصك تعرف هذه شحال من عام عنده انا قلت نهرب ما ودا من لهنا ونجي لهنا باش نقطع من ما كنرويها ما والو سبحان الله كسقيهاش الوالد من وقت الوالدين سبحان الله ولكن اخي دابا مع الامور حتى الخو تبارك الله يجيب لك الخير الخو تبارك الله يجيب الخير لا يجيب يا وين عام سيدي نطلعوا الراس المعاويه مرحبا الراس المعاويه حي من بسم الله على بركة الله باش ندخلوا دابا للدار مرحبا مرحبا بكم المشاهدين ديالنا معنا كما كتشوفوا هنا الصالون كبير كندخلوا كنجبروا الصالون كما كتشوفوا هو صالون كبير هنايا وعندو هنا جوج مواحل محل هنايا ومحل هنايا وعندو جوج مواحل الفوق اللي شفتوهم معنا من برا يعني اتساع عنده اتساع وثاني موجود بسم الله على بركة الله أول حاجة قل بالصحة الكوزينة بصحة باب الصحة الوحيدة ولكن اشرح للمشاهدين بلي واش الكوزينة كتايتة ولا لا باش احنا علاش كنقولوا لهم الصحة لا الكوزينة لأن الكوزينة عودوها كانت عند أنا دابا نسيت هذه ما كانتش عندها ياك هكا الوحيدة ما كانتش عندكم هذه عندهم اللور هاد اللورنية هذه من هنايا مدفوعة لهنا للقانت هذه ما كانتش هذه اللي كتشوفوا شتي دابا شحال رجعت من السعر شكل المرموم مع اللح في الكريج في الكريج هذاك الشيء مواتي وين اخي ديك بقات الكوزينه كبيره زعما كنا شحال كنا نقولوا زعما عادي صغيره لكن لا صراحه جات واعره لا مزيانه الكوزينه رجعت لهم واعره شفتي شحال تبدلت دابا تبدلت بزاف والله العظيم الا تبدلت انتم شفتوا دابا تبارك الله عليكم يلاه يلاه بسم الله بسم الله على بركه الله هنا باينك الحريره الحريره بسم الله تبارك الله هنا الحريره والبيضه كيتسلاق البيض كيتسلاق بسم الله والطاجين الجبنه بالكفته الله 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 انا شوف المسامحه الوحيده بانها فائقه وقيله فائقه شوف انا لك شي حاجه بسرعه الله انكم بي انا خليوا لي على الطاجين واخا عندك دا انا قانع انا قانع على الطاجين داك الشيء احنا ماشيين عندك دقبر صافي يلا سير ايوا العصر والحليب هنايا تبارك الله الحليب والعصر كما كتشوفوا بسم الله وهنا عند ميني بطبط معمر هنايا بطبط معمر باش معمر هذا بالدجاج بالدجاج وهنا الديسير هنا الفلان هذا واعر فلان تبارك الله وهنا جوج بسطيلات اي 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 بسطيله القضيه فيها زاهيه لا انا ودي ديريكت وهنا ميني بيتزا معمرة دابا خصها يعني يدخل عيد تبارك الله على الوحيدة تبارك الله عليها الله يعطيك الصحة الوحيدة حادقة مقدة تاهي اصلا احنا عندنا العائلة عند الحادقة الله يديه هانيش احنا في الله عليهم الله يلا دور هيدا باقي هيدا بلاتي باقي الخير باقي هنا خمسة يطرو دل لبن ها الرايب ها توبة الرايب الرايب بسم الله مساند الرسمي ديالنا الفطورة رمضان او التمر الشباكيه والخبز بسم الله هنا التمر كما كتشوفوا هنا الشباكيه اجي تصوروا خصكم تعرفوا واحد القضيه المشاهدين تصوروا حنايا الشباكيه والله ما شريناها في هذا رمضان لا وما كليناهاش في الدار نهائيا انا كليت واحد الحبه الشباكيه ملي مشينا فطرنا مع الوالدين ديالك في الدار طاجين عاوتاني فيه الصوصيط هنايا في الصوصيط هذا عاد قليه عاد قليه وتبارك الله تبارك الله هذا الخير الله يعطيها الخير والله الله يطول الخير دابا نعم سيدي باش نجلسوا ونستمتعوا بالاجواء ونتهاودوا ان شاء الله ونقشبوا ونضحكوا حتى تأذن المغرب ان شاء الله ان شاء الله هذا هو المضمون هذا هو المضمون دابا نعم سيدي ملي كنجلسوا هنايا كنطلعوا لهذا المنظر شوفوا على اطلاله يا سلام واش علاش خوكم محمد جالي البلاد مشى شي البديل ولا في الدار قال لك ريالي دابا انا بعدا نفهم انا كريم صافي يا شوف الموضوع معي الموضوع شوف انا لابقى بيناتكم شي حاجه ندخل بخيط ابيض صافي كيف جاتك الاجواء هنا؟ لا واعره الصراحه لا من الاجواء لا من الاجواء مزاوله بحد لا من الضيافه لا من كل شيء واعره الصراحه واخا اختي فاطمه ما جاتش عيطنا لها عيطنا لها قلنا لا جي عيطت لها جبر تليفون مطفي وعيطنا لها احنا موراك وقالت هلوك ما عمرت اهلك في رمضان بحال النهار قال ما نقدرش نجي اللي توصلت لعنا
خلت عليانه فاطمه قاد الشغل للراسه دابا فاطمه ما نبقاش خليفه ما نقول العقوله بعد دابا درعه وهذه كابو مسكينه مع الفجر كالصحار وكنوضو كنمشي عاود نقلع العدس كمان كتجي ناشفه شحال عندها القراعه ثاني عاود خصك كامل الله يخلي دار الله يعطيها الصحه وتبارك الله اصلا وحده معروفه عليها تبارك الله في الشيوات وعارفه كل شيء الله يعطيها الصحة والله إلا ما نقوله والله يعطيها الصحة زعما الصراحة الله العظيم دائما مسكينة من الشاوية ثايا والكوزينة المهم الله أحسن العون للمرأة كاملة كامل. لا الوحيدة مقيدة زعما الإنسان ضروري إذا كان مرته مهلية فيه ودائما والدته ضروري غيكبر به هادشي اللي كاين الله يقوي الخير امين دابا حنايا جبرتونا حنا كنتخيروا دابا كنبلانيو مع راسنا كنجلسوا كنضربوا بلان كنقولوا واش غنفطروا هنايا ولا نفطروا هنا على برا المشكله في الدرس ديال الطو حنا ما كرهناش نفطروا لتحت واحد الاجواء واعره على برا ولكن الريح الشرقي واخا انقسم البارح لهنا واحد شويه ولكن باقي الشرقي على برا كاين فضل نفكروا البلاصه اللي نقدروا نشبعوا فيها اكثر نضوا الناس السخانه باش نشبعوا تحت البرود انا كنت مرتاحه سخونه ما كاين شي البرد وما كاين شي الريح وكنشوف حتى التصوير غير جينا ملائمه بحال والو فطروا معاكم فطروا هنايا بلا ما قايل انا يا صافي حسان دابا مسينا جيبوا لنا عيط طوالي من تحت ورا طلعوا الطابلات كاينين لتحت يلا جو معنا باش نطلعوا الطابلات من تحت اجي الفطار اجي لا ماشي اجي الفطار لا ماشي دار الفوق ما فاش تبقى معاك دابا انت ماشي طاله هاي دابا سير سير ايمن ايمن سير زول فوق راسو ديك الكاغط بارتو عليه ما خليتوش الله يوزك للبلاد الخالي والله اللي جهه مسكينه كعزاب لي هيدا ما هوتش فين تطلع لا طبالي لا كافي ماشي غنزيدو الثلثه اه جوج كافي تطلع لي هذيك المهضره ديك العصير هذه بغا تحطها على كافي لا عاد شنو لقيتو شنو كاين ديك بنعاود مع الفانتا تطيح عليا جاي ياكل حبيبو حصلنا تيجيني قلابه جاي ياكل اويلي شيني قاعده يا خوانا في الفلان يا ودي الغريبه وي شوفوا شوفوا رزانا عباد الله في الطرف ديال الفلان قال حشو مع الماء هذا صاحبي واش بغيت ناكل من غد المغرب غلب فيا الجو والله انا درا كيفاش بقى عندهم انا ضربه الوحيده تاج دقائق دخل عليك بالله مشي قيا لا مشى عايتو في الفان هيدا يقول الله لا هاد الشوعيه ولا الخيبات هاد الشيء مزيان ومية الطبصيل منين تجيو ومية الطبصيل دابا واحد ما يشكره واحد ما يطيح الماء في الشاطئ انا يا صافا باقي شي خبيزه لا تاع مركز يدي عمرهم بالطون مرتديله واخرين معمرين بالدجاج هادو اللي كتشوفو بالدجاج هنا عاوتاني انا الصوصيطا ولا كيحرك هنايا الحدايا فنعاونوها شويه باقي راه خلاتك بلا نعاس هاد الصباح الصباح حتى القرقب ياك القرقب على الصباح طيرت لي النعاس اي صافي بقيت شويه خلي نوض انا نوض هنا عاوتاني الوحيده باقي كطاي في الفران شنو كطاي انت تما البسطيله البسطيله هي كتحمر الوقيله الصوصيطه د فاس الا ما خرجتش لي كلشي كيقولش من نرجس يا شحال من نرجس كاينين فاس انا رجيس انا نعطيكم هذا السيد هذا فيه كاين في الشارع واحد قالت لي واش كاين نرجس او نرجس ديو ما نرجس عند الحق قلت لك تي ما عرف هادشي عند الحق نرجس كبيره انا نعطيكم فاين شتو هو طريق صفرو اللي كنكونوا شارع طريق صفرو اسيما اللي جديده راها كاين انفصل الى واحد البنك بي ام سي او زرقاء البنك
هو في ديك الشارع اللي حدا البنكه كتسولوا على عبد العليم والصوصيط مش مشهور تما معروف تما الناس اللي فاس اسولوا تما في ديك الشارع غتجبروه على الشارع عنده الصوصيط واعر هذا الصوصيط عبد العالي عصام الصوصيط خاطر ورخيص ورخيص وايلا الثمن مناسب عنده عندنا نصاب ديك الشوقي زعما الصراحه حمراه هي رزتنا في الفلانه صاحبي وهذاك هو الحق ديالك اللي طيحت ما بدا كلشي عاكل وعاكل من الصبعه على القرفي لا ما بدا كلشي من الفلان هذاك حقك اللي طيحتي واجي للطابله اجي للطابله وشبر فيه وقش معلقه في داك ديك الساعه نوريك اصلا انا صايم هو مسكين انا صايم وعندي حقي ما نقسمو معاه عندي عذر انا صايم راسك شغلكم هذا ما هو انا كنت وتشوف مسكين يبقى في خيثا هذه مرقاده صافي صافي انا بعد نمشي والله ثاني نمشي لا والله لا جيلي نفطر كلنا لا تي تفطر عاد تمشي ولا ما فطرت نمشي ممثل خطير عنده ديك البكياني شند الله يلاه تحب تبص شنو هذا دابا عملتوا على البسطيله هذا اللوز ورمي هذا اللوز عنده هنا مطحون وهذا اللوز حبات وشويه ديال السكر كلاص وشويه ديال القرفه يلا مرحبا بينا عندك الوحيده مرحبا بكم مرحبا بهذا ربي يخليك اختي ديالي ايوا هاتني الاخرفين عملنا فيها الورد هي جبرت الوحيده قطعت الورد مع هي عند الورد البلديه يعني هنايا ايوا صافي هو واجد عاوتاني هو واجد صافي دابا المغرب ما بقى لا والو كلشي واجد دابا كلشي واجد صافي تبارك الله الله يعطيها الصحه زعما والله عيد هي وليدي هادشي زعما انتك والله تم انت شنو باقي تم لا يعطي الصحه لدي محمد والله العظيم انا نضرب تمام انت تمام انا بزاف صاحبي انا وانا صايم قيت البوسطيله قيت باقي ماقي تاع الفلان هرقته ما خلي دماغ طه نوقف يا بوتي فتا فيا وديا كيف بقى ديك الفلان كيف بقى تزعزع لي في يدي والله ما انا كما كتشوفوا وانا محمد كيف راق الكيسان باش يعمر العصير خصو العصر نعمروا العصر لا خصو اللبن يعمر اللبن اه دابا نجيو اللبن نبداو باللبن اجيتي النهار صايمه ولا فاطره صايمه صايمة خلي عليك الجوع النهار واقيلا ياك انا عرفت يا عمري وقفه ديالك والنظره للبصيله عرفت كيف الجوع انا عمر لي الرايه انا عمر لي الرايه اذا العصير عاد رجعوا لحاله ما نخسروا هلا عندنا خساره دابا الحريره لا تمشي خسر الرايب عندنا خساره في العصير دابا شرده شنو غتشرب انت؟ لا الرايه هذا الرايب هذا هما عزيز عليهم الرايف شبهوا البابا العائلة مروعة احنا العائلة اللوباني احنا ومريم احمق على كل شيء يعجبوا اللبن العائلة اللوباني كل شيء يعجبوا اللبن انت لا شي نفس الرايف شحال صومتي في رمضان؟ تبارك الله وسلمتنا والغول يلا كما كتشوفوا دابا لمسات الأخيرة كنزلوا كل شيء سخون مع المغرب هو هذا الله اكبر هاي كتقدم دابا كما كتسمعوا زيد كما كتسمعوا كما كتسمعوا كما كتسمعوا كما ولا سيمون ولا شنو لا انا طبعا حريرة انا مكاش العافية تشوفوا هنايا الصوصيط ها هو عمرت لك هاك 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 زيد ذاك نزلوا تما غنحط البوط هذا كما ديك الغلاقة اما لك الحريرة طبيعي ديالنا ظريف ظريف ما يكون فيه لا طالب ولا شريف انا ما نعرف ما نمشي هي رمضان هذه رمضان خرافة الحجاج كنا كنحمروا بها بعيتنا ها الطبيق ديالنا ظريف ظريف ما ياكل فيه لا طالب ولا شيء عمر الحرير ولا رمضان ولا الفطور ايوا تسمعتني قلت شكون عمر الحرير لا ما سمعتكمش عمر عمر لا الطاجين ديالنا ها هو كما كتشوفوا يا سلام راه شي موسى الوحيد نقطع واحد البصيله هاك قطع محمد كما كتشوفوا دابا كنقطع معكم البصيله شندوق البسطيلة البسطيلة كما كتشوفوها معانا تبارك الله عامرة الدجاجة هي دجاج واللوز اللوز والكبدة فيها كلشي بسم الله ندوقو انا قطعت الراس ماشي عفوا سمعت كتعجب لي ما قطعتهاش هذا هو اعلم عافاك الله الصحة الوحيدة علاش والله زعما بقوا الجواهر عاوتاني على الاتقان جذاب البرهان والله على الاتقان لا ننسى شوف ننسى ديالنا تبارك الله العائله كاملين تبارك الله وعلي الصراحه سبحان الله يقوي الحاجه جديده متقونه كنشكروهم كاملين كنشكروا الناس ديالنا كاملين تبارك الله عليهم هيدا شكرنا هيدا وهذا ضروري لان لا الانسان الا كان مرتو كتهلا فيه ديش حقيقي زعما ماشي زعما واخا تزوجنا صغارين الحمد لله يعني تعلمنا وكل واحد كيزيد يبدع من راسو وكل واحد عنده اللمسه ديالو والله الله يعطيك هيدا زيدوا بدعوا بدعوا عرضوا عليا باش تكونوا عارف انت الحسن انت هو تزوج صغير وتزوج على الوحيده كان صغير شحال كان عندها تقريبا محمد قلت 14
شو سبحان الله هو شو انا ديت ويصل كي عند 14 ودي لي حداك عند 14 شو ديت حالي دابا كيفاش احنا ربيناهم عليه دانا كانوا برانشين الله عمر صلعه الناس الحمد لله شجره طيبه انا كنت غليطه اما الوحيده كتعيط بزاف فانا كنت صحيحه عليها كتعيط وتبارك الله زوجت وصحاحه تبارك الله ولادك بنت ولادك انا الانسان ملي كيتزوج عاو كيتبدل كيقول لك واحد المثل كيقول لك الورده الا جبرتها الله كتفتح وكتزيان ولا هملتيها كتدبل كتدبل من الاخر يلا بسم الله دابا كما كتشوفوا معنا المغرب الناس دابا قلنا بسم الله بدينا في الفطور كنفطروا تبارك الله المائده هي هذه خير موجود تبارك الله شكرا لحيدة طباخة ماهرة مقدة العفريتة الله عطي الصحة من الدخول صلى على هالشيء وانت الله فيها لا ضروري رأيت أنت الله فيها وانت الله فيها الله خيركم لذاتكم وقولكم في العلم وقوي الرزاق